Bonjour et bienvenue à la partie Khamsam, la série du bac A0, ou la série qui a préparé l'examen du baccalauréat, من الصفر. Donc, fad la partie اليوم, غادي نخدمو l'étude de fonction. علاش لان هاد l'étude de fonction, نقدروا نقولوا هي اكثر partie qui تحط عليها بزاف ديال لي نوت في l'examen national, اللي كتراوح ما بين 9, 10, 11 و حتى 12 نقطة في بعض الحالات. Donc, خصنا نضبطوا مزيان كيفاش نقدروا نجاوبوا على الأسئلة اللي متعلقين بهذا الجزء هذا ونعرفوا كيفاش نتعاملوا مع كاع الحالات اللي ممكن يكونوا قدامنا. Donc, اليوم غادي نخدموا la première fonction واللي غتكون une fonction logarithmique. Alors, l'exercice اللي غادي نخدمو اليوم فيه جوج ديال لي بارتي. لا بارتي الاولى عطاونا فيها لا فونكسيون جي. شوفوا معايا, سوا جي لا فونكسيون نيميريك ديفيني سور, عطاونا الانترفال فاش معرفه, ها فاش شنو هي الصيغه ديالتها, هي هذه جي دو اكس كتساوي اكس بلس 1 او كاري موانز 1 بلس ln ديال اكس بلس 1. فضلت نعطيكم هذا النوع من لي فونكسيون اللي ما كيكونوش ساهلين بزاف. علاش؟ لان كنشوف لي الاغلبيه ولا في التعامل مع دوك لي فونكسيون اللي فيهم غير ln x. الوغ فاش كيكون وسط ln شي حاجه اللي هي كومبوزي, كاين اللي كيتلف سورتو في لي ليميت حيت كتدخل فيها الميثود شونجمون دو فاريابل الى اخره. دونك هذه فرصه باش نسلطوا عليها الضوء ونعرفوا كيفاش نتعاملوا ونخدموا بهذوك لي ميثود. لا بروميير كيسيون شنو هي؟ Étudier les variations de g sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. درس تغيرات داله g. تفكر معايا, فين ما كنبغي ندرس لي فاريياسيون تغيرات ديال شي داله, اوتوماتيكمون كنعرف بلي خصني ندرس لو سيني ديال ديريفي ديال ديك الداله, يعني خصني ندرس الاشاره ديال المشتقه ديال ديك الداله, يعني خصني نحسب الاشتقاق ديال هاد لا فونكسيون. شوف معايا شنو غادي ندير. قبل ما نمشي نحسب الاشتقاق كنقول واحد الجمله بسيطه, ياك كنقول اون ا جي اي ديريفابل سور موانز 1 تال بلس لانفيني, غير من الصواب وصافي. وعاد غدوز تحسب جي بريم, واخا ما قالوش لك هنا كالكولي جي بريم ولكن راه كيتسناوك تحسبها. غادي نكتب هنا, دونك بور توت اكس ابارتيان لذاك الانترفال اللي حنا خدامين فيه, اشنو عندي؟ عندي جي بريم دو اكس هي البريم ديال الصيغه ديالها, يعني هي البريم ديال اكس بلس 1 او كاري موانز 1 بلس ln اكس بلس 1, كلها دير لها بريم اللي غتعطينا جي بريم دو اكس كتساوي. شوف معايا كي غادي نديرو نخدمو هادي اكس بلس 1 او كاري البريم ديالها. عندنا جوج ديال الطرق, كاين اللي غادي يمشي ينشر المتطابقه الهامه عاد غادي يدير البريم. وي ممكن, سينو نقدروا نخدموا واحد القاعده ديال ان فونكسيون ا لا بويسونس ان. غنفكركم بالقاعده U à la puissance n كلها بريم كي كتحسب, كنزل الاس في ديك الاو دير لها البريم في نفس لا فونكسيون U ونقص من الاس ديالها واحد. داكشي اللي غنديرو هنايا غير باش نفكركم بهذه القاعده. دونك نزل الاس جوج في نفس لا فونكسيون ودير لها البريم, ها هي في نفس لا فونكسيون ونقص من الاس ديالها واحد, كان جوج الا نقصت منه واحد شحال غيولي؟ واحد. صافي اس واحد بلا ما نديرو. زيد ناقص واحد بريم, هذا عدد ديريكتومون سي موان زيرو, العدد بريم سي زيرو. بلس الالان, الان ديال اكس بلس 1 كي كنخدمو الديريفي ديالها غنفكركم عاوتاني, الالان ديال شي حاجه او كلها بريم اش كتعطينا؟ هي توت سامبلومون البريم ديال داكشي اللي وسط الالان على نفسه, يعني هي البريم ديال اكس بلس 1 على نفسها. بيان سور ما تقولش ليا اكس بلس 1 مشات مع اكس بلس 1 وتبقى ليا غير بريم كدور تما بوحدها, ما كنديروش هذيك الخدمه. نكملوا, جي بريم دو اكس غتكون هي شنو؟ الوغ اكس بلس 1 بريم ديالها خلاص راه واحد ديريكتومون جوج في اكس بلس 1. علاش؟ لان هذه الديريفي ديالتها هي واحد, كتبقى جوج في هذه, ناقص زيرو مشى فحالو, زائد هذه بريم هي واحد على اكس بلس 1. بطبيعة الحال مني وصلت لهنا نقدر انني مثلا ما نحكمش على الاشاره ديالها, صعيب تحكم على الاشاره واش موجبه ولا سالبه. شنو غنديرو؟ كنحاول نجمعها ما نخليهاش مفرقه, يعني نوحد المقام. دونك غندير في كافي جي بريم دو اكس كتساوي توحيد المقام, ملي كنبغي نوحد المقام غنضرب المقام ديال هذه في البسط ديال هذه ونجمعهم في بسط واحد. دونك جوج ديال اكس بلس 1 مضروبه في اكس بلس 1, هذه في هذه, اكس بلس 1 في اكس بلس 1 هي اكس بلس 1 او كاري, زائد داك واحد كلشي على اكس بلس 1. دابا شوفوا معايا عفاكم, مني وصلنا لهاد المرحله هذه دابا حنا لقينا لا ديريفي, كيخصنا غير شنو؟ كيخصنا ندرسوا لو سيني ديالها باش نعطي الطابلو دو فارياسيون. الايتود دو سيني في هذه الحاله بسيط بزاف. شوف شنو غادي ندير, عندي البسط على المقام, واش شي واحد فيهم نقدروا نحكموا عليه نقولوا راه موجب ديما ولا سالب ديما؟ اه شكون هو هذاك البسط؟ علاش؟ حيت جوج موجبه متفقين عليها,
x plus 1 ou si 2 موجبه متفقين عليها موجب 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 ستي واحد كيبقى موجب دونك خصني نهضر غير على المقام شوف معايا كي غادي ندير لها دونك هذه جو في لي فاسي داكور مع اننا ما نديرو بهم مازال هنا شنو غادي نكتب غادي نكتب اون لدينا بور توت اكس ابارتيان لداك لانترفال موان زان تان بلس لانفيني راه جوج عامل اكس بلس 1 او كاري زدتي عليها واحد راه ديما كبر من صفر اوكي هذه ديرها في اطار وسميها واحد اي اون دابا راه نطرو هذا دابا البسط حيدناه علينا ديما موجب تهدينا منه راه نشوفوا المقام اون بور توت اكس ابارتيان لانترفال موان لانفيني موان زان تان بلس لانفيني حيت اكس كيلعب غير في هذا المجال حيت هو مجموعه التعريف اكس اش كنعرف على اكس هنا كبر من اش من عدد كبر من اش كبر من ناقص واحد حيت ملي كنقول لك من ناقص واحد حتى لبلس لانفيني يعني اكس كاين في هذا الانترفال كيلعب هنايا يعني هو راه كبر من ناقص واحد دونك شوف معايا هنا اكس انا بغيت المقام شنو فيه اكس زائد واحد يلا دير لي زائد واحد هنا وزيد واحد في الجهه الاخرى زدت واحد هنا عطاتني هذه زيد واحد هنا ناقص واحد زائد واحد زيرو كي دايره موجبه دونك سميها جوج البسط موجب المقام موجب شوف شنو غنكتب دو 1 اي 2 يعني من واحد و 2 اون اش كنستنتج بور توت اكس ابارتيان لانترفال موان زان بلس لانفيني كنستنتج باللي هذه اللي موجبه على هذه اللي موجبه راه غتعطيني كلشي موجب جوج عامل اكس بلس 1 او كاري بلس 1 على x بلس 1 راه اكبر قطعا من اكبر من قطعا بطبيعه الحال من صفر داكور سيتادير شوف معايا سيتادير بور توت x ابارتيان لانترفال موان زان تال بلس لانفيني هذه شكون هي هي جي بريم دو x كي لقيناها اكبر قطعا من صفر دونك دونك جي اي دونك ستريكتومون كيفاش دايره ملي كتكون لا ديريفي موجبة قطعا لا فونكسيون كي كتكون تزايدية قطعا اي ستريكتومون كرواسونت اي ستريكتومون كرواسونت نقدروا بيان سور نحطوا ان بيتي طابلو دو فارياسيون هنايا نيليستريو فيه يعني نمثلوا فيه هادشي اللي لقينا دونك غنحط واحد الطابلو هنا اكس وهنا كندير جي بريم دو اكس وهنا كنكتب غير جي ماشي جي دو اكس غير جي لا فونكسيون قلنا معرفه من ناقص واحد حتى بلس لانفيني وناقص واحد ما معرفاش فيه اوكي جي بريم كنحط لو سيني ديالها لقيتها بوزيتيف ها هي دونك جي كي غتكون غتكون كرواسونت اوكي شباب نتمنى تكون الفكره واضحه وباين كيفاش جاوبنا على هذا السؤال وندوزو للسؤال الموالي اذا السؤال الثاني كيطلبوا منا فيه نحسبوا جي دو زيرو ونستنتجوا لو سيني ديال جي دو اكس في لانترفال موان زان بلس لانفيني دونك سؤال مباشر الجواب ديالو واضح شوفوا معايا هنا اول حاجه نحسب جي دو زيرو ونكتب اون لدينا جي ديال صفر كتساوي هنا غنعطيكم عفاكم واحد النصيحه ونتمنى توصلكم دابا هاد جي دو صفر هو سؤال سهل بزاف راه باينه كاين اللي غيحسبها في عقلو غيعوض بصفر وغيلقى شنو داكشي اللي غيلقى كاين اللي كيكتب ديريكتومون الجواب هنا عافاكم ننصحكم ما ديروش هذه القضيه علاش لان هذا السؤال هذا خاصكم تعرفوا باللي في 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 هذا في لا ريفيرونس ديال التصحيح ديال الامتحان الوطني راه كل سؤال عنده التنقيط ديالو يعني هاد جيد زيرو راه عندها واحد النقطه ديالها واخا تكون غير 0.25 عندها ديالها انت الا جيتي وكتبتي ديريكتومون جيد زيرو كتساوي مثلا شي عدد النتيجه ديالو واخا صحيح كاين بعض الاساتذه المصححين اللي ما غيعطيكش النقطه تفهمنا لان كيقول لك وما درتي والو اوكي الوغ شنو نتوما خصكم ديروا باش تبروفيو الاستحقاقيه ديالكم لديك 0.25 توت سامبلومون كتمشي تعوض بشويه عليك كتقول لي جي زيرو هي 0 زائد 1 اس 2 ناقص 1 زائد ln 0 زائد 1 تساوي من بعد حط الجواب ديالها دونك ln 1 0 1 ناقص 1 0 كتسوى 0 هكا كنكون بعدا درت شي حاجه اوكي يعني تفاصيل اللي شويه بانال تافهه ولكن راه كتسوى في نهار الامتحان ندوزو دابا لا سويت لا كيسيون هي اللي مهمه عندنا اون ديدوير لو سيني ديال جي دو اكس في هذا الانترفال نستنتج الاشاره ديال جي دو اكس شوف معايا شنو درنا حسبنا جي دو 0 لقيناها 0 ديما سير مثلها في الطابلو دو فارياسيون حسبت جي دو 0 ها هي 0 جي ديالها شحال لقيت لقيت 0 يعني هي هذه هنايا مزيان اوكي دابا ملي كنبغي ندرس لو سيني نستنتج لو سيني ديال جي دو اكس راه غتستنتجو بالاعتماد على الطابلو دو فارياسيون شوف معايا مزيان شنو غادي ندير هنايا في هذه الحاله كنمشي للطابلو دو فارياسيون كنقلب على هذا العدد هذا
شنو هو الانترفال اللي تقسم ليا تما؟ كان عندي من موانز ان تال بلوس لانفيني، مني جا زيرو، علاش تقسم ولا موان لانفيني زيرو؟ بلوتو موانز ان زيرو او زيرو بلوس لانفيني. الوغ حتى انا كنقسم الخدمه ديالتي، شوف كيفاش غتولي عفاكم هنايا، غادي نكتب اون بور توت اكس ابارتيان لانترفال هاد موانز ان تال زيرو. هاد اكس هذا كيفاش داير؟ شوف كيف ما بغى يكون اكس من هاد الانترفال الاول، داكوغ دونك غنديرو هنايا فيرمي. كيف ما بغى يكون اكس في هاد الانترفال هذا، اكس كي داير قدام العدد المشترك ما بين دوك جوج المجالات، حيت المجال الاول اللي قلت لك هو هذا والمجال الثاني هو هذا. شنو هو العدد المشترك بيناتهم؟ هو صفر. يعني كي داير اكس قدام صفر في هاد الانترفال، واش كبر منه ولا صغر منه؟ بطبيعه الحال كاين لتحت، دونك غيكون صغر منه. دابا شوف شنو كدير من بعد. حنا ما بغيناش لو سين ديال اكس، بغينا لو سين ديال جي دو اكس. هذا هو السؤال. يعني انا اكس خصني نلبس ليه ديك لا فونكسيون جي باش نلقى جي دو اكس، حيت السؤال بغى جي دو اكس. ولكن قبل ما نلبس لا فونكسيون جي، كرد البال واحد الحاجه، لا مونوتوني ديال لا فونكسيون، عقل عليها مزيان الله يرضي عليك. ملي كتكون عندي واحد لين ايكواسيون بحال هذا الشكل هكا، كيكون فيها مثلا الفاريابل اكس وكنبغي ندخل اون فونكسيون، ضروري نشير لا مونوتوني ديالها، يعني الرتابه ديالها. الا كانت كرواسونت في هذاك الانترفال، راه كندخل جي وما كيتبدل والو. الا كانت ديكرواسونت في هذاك الانترفال، راه كندخل جي وكنقلب لوردر، يعني كنقلب الرمز. دابا هنا لا فونكسيون حنا عندنا كي دايره اصلا ستريكتومون كرواسونت في كلشي الدومين كامل. الو القضيه سهله، غادي نكتب طونك، بما ان طونك جي اي كرواسونت، بما ان جي تزايديه، دونك بور توت اكس ابارتيان لانترفال موانز ان تال بلوس لانفيني، غندخل جي في الطرفين بسلام وما غيتبدل والو. اوكي دخلتها بسلام، ها هي جي ما تبدلش لورد. علاش؟ حيت كرواسونت. سي تادير، شوف دابا الاستنتاج اللي غادي ندير هنا، ها هي. سي تادير بور توت اكس ابارتيان لانترفال موانز ان تال بلوس لانفيني، عندي جي دو اكس كيفاش دايره؟ اصغر من او تساوي جي دو زيرو. شحال هي جي دو زيرو؟ ديجا كالكولي سي زيرو. ها الاولى حيدناها. ارا دابا نديرو نفس الخدمه في لو دوزيام انترفال هنا. دونك غادي نكتب اون ا، شوف بور توت اكس ابارتيان لذاك الانترفال اللي هو زيرو تال بلوس لانفيني، نفس الحاجه كي خصني نشوف اكس كي داير قدام زيرو. في هذه الحاله الفوق يعني غيكون كبر منه. غنجي ندخل لا فونكسيون، ضروري نشير لا مونوتوني. عاوتاني غادي نكتب طونك، بما ان طونك جي اي كرواسونت، هي في الحقيقه ستريكتومون كرواسونت ولكن حنا كرواسونت كافيها. دونك بور توت اكس ابارتيان لانترفال 0 بلس لانفيني، في هذه الحاله غندخل جي في الطرفين، يعني على اكس وعلى 0. واش غيتبدل الرمز؟ ما غيتبدلش حيت هي كرواسونت، وكان دي كرواسونت غيتبدل. ونجي نستنتج، عاوتاني غنكتب هنا سي تادير بور توت اكس ابارتيان لانترفال اتونسيون هنا خصني ندير موانز ان 0، وهنا عندي 0 بلس لانفيني. الوغ في 0 بلس لانفيني جي دو اكس لقيناها قلنا اكبر من جي دو 0، وجي دو 0 شحال هي؟ هي صفر. داكشي علاش سولوك عليها. وهكا كنكونوا درسنا لو سيني ديال جي دو اكس في الانترفال اللي عطاونا. بطبيعه الحال في بعض الحالات كيخرج عندهم لو ميم سيني، لو ميم سيني هنا ولو ميم سيني هنا، كتقدر تجمعهم في انترفال واحد تقول راه مثلا ديما موجبه اولا ديما سالبه. الا ما كانوش، الا كانوا مختلفين، راه اون لا كارد كيف ما هي بحال هذا الشكل. بطبيعه الحال كاينه طريقه واحده اخرى، هي الطريقه ديال لا فالور ماكسيمال لا فالور مينيمال، نقدر نشير ليها في اون اوتر فيديو. ندوزو دابا لا بارتي سويفونت. إذا لا بارتي الثانية عطاونا لا فونكسيون، سي لا فونكسيون برانسيبال، لا فونكسيون اف اللي قالوا لنا فيها، سوا اف لا فونكسيون نوميريك ديفيني باغ اف دو اكس كتساوي شنو؟ كتساوي اكس موان الالان ديال اكس بلس 1 على اكس بلس 1. والسؤال الأول هو ديتيرميني لو دومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون اف، وتبعوا معايا كيفاش غادي نخدموه. دونك شوف معايا، غادي نكتب دي دو اف ايكال، كنفتح لامة، اكس ابارتيان ا ار تيل كو، هاد سلاش كنقصد بها تيل كو، يعني بحيث. الله يرضي عليكم، ملي كنبغي نحدد الدومين دو ديفينيسيون كنخدم بلو برانسيب اللي عطيتكم، اللي هو شنو؟ لو برانسيب دي كونديسيون، مبدا الشروط. لي كونديسيون اللي عندنا في المات بوغ لانستون في هاد النيفو ديالكم عندكم ثلاثة، عندكم الجذر، عندكم الالان، وعندكم المقام. الا شي دالة ما شتي فيها حتى واحد من هادو وما فيهاش شي حاجة غتحول ولا شي بياج، ديريكتومون دي دو اف سي ار.
اوكي دابا بالنسبه لينا هنايا شنو هما الشروط اللي كاينين واش كاين الجذر ما عنديش الجذر واش كاين الالان اه كاين الالان ها واحد واش كاين المقام وي كاين المقام ها جوج دونك شنو غندير غنهضر عليهم بجوج اشنو كندير من ورا هاد السلاش كنحط الشرط الالان شنو كنقولوا على الالان داكشي اللي كاين وسط الالان كيخصو يكون اكبر قطعا من صفر اي عاوتاني المقام داكشي اللي كاين في المقام كيخصو يكون كيخالف صفر هادو دي كونديسيون وكنخدم عليهم دونك اكس خاصها تكون اكبر قطعا من ناقص واحد اي اكس خاصها تكون كتخالف ليا ناقص واحد باينه شوف مني كتكون عندي اكبر قطعا مع تخالف وبجوجهم نفس الاكس ونفس العدد نفس الاكس ونفس العدد ديك الساعات كتقصى ديك تخالف كنولي كنديو غير على اكبر قطعا او لا على اصغر قطعا يعني هذه كتمشي في حالها ديريكتومون كنستنتج باللي دي دو اف هو اكس اكبر قطعا من ناقص واحد يعني من ناقص واحد للفوق الفوق شنو كاين كاينه بلس لانفيني لانفيني ديما اوفر وبالنسبه لناقص واحد حتى هي غادي تكون اوفر حيت اكبر قطعا وهكا كنكون جاوبنا على لا بروميير كيستيون ديال الدومين دي ديفينيسيون اللي باينه بزاف ندوزو ديريكتومون للسؤال الثاني اذا السؤال الثاني قالوا لنا فيه مونطري كو لا ليميت كون اكس تون فير موانز ان بلس ديال اف دو اكس كتسوا بلس لانفيني بلس او زائد نانتربريتيو لو ريزولتا جيومتريكمون يعني نعطيو تاويل هندسي نبداو لا بارتي الاولى من السؤال واللي هي ليميت شوف شنو غادي ندير ليميت عند موانز ان بلس ديال اف دو اكس كتساوي لا ليميت كون اكس تون فير موانز ان بلس يعني ناقص واحد من جهه اليمين ديال اف دو اكس ديال الصيغه ديالها اكس موان ال ان اكس بلس 1 سور اكس بلس 1 شوف شنو غادي ندير عافاك ديما في الليميت شنو اول حاجه كنديرو التعويض المباشر هو الاول دونك غنعوض اكس بناقص واحد ها ناقص واحد ما فيهاش المشكل عوض ليا لداخل ناقص واحد زائد واحد زيرو ناقص واحد زائد واحد زيرو الوغ شنو كتعطيني اون فورم انديتيرميني اوكي شنو غادي نديرو هنايا باش نصاوبو هذا المشكل غادي نخدمها معكم بيان سور كاين بزاف ديال الطرق بغيت نخدم معكم الطريقه ديال شونجمون دو فاريابل تغيير المتغير علاش لان كنشوف بزاف ديال التلامذ كيسولوا عليها وعندهم مشاكل فيها غنشرحها لكم بطريقه بسيطه اول حاجه باش عرفت باللي خصني نخدم ولا نقدر نخدم بلا ميثود شونجمون دو فاريابل توت سامبلومون لانه عندي هنايا وسط الالان شي حاجه اللي ما كايناش في القواعد ليميت ديال الالان في القواعد ديال ليميت ديال الالان ديما كيكون عندي في اغلب الحالات ديما الين اكس الين ديال واحد الحرف اللي وسط الالين ماشي حرف زائد عدد حرف ناقص عدد دونك شنو كنعرف باللي هنا خاصني اون ميثود خاصني نبدل داكشي اللي وسط الالين يولي فيه غير حرف واحد هذيك هي شونجمون دو فاريابل ملي كنقول لك بدل هي شونجي الوغ شوف شنو غادي ندير غنكتب اون بوز نضع اون بوز واحد الحرف سميه انت اللي بغيتي مثلا نسموه حنايا تي هاد تي هذا شنو كيسوى كيسوى بالضبط داكشي اللي كاين وسط الالان دونك اكس بلس 1 مباشره قدامها مني كتلقى تي شنو كيسوى بدلاله اكس لقى ليا اكس شنو كيسوى بدلاله تي الا كان تي هو اكس زائد واحد اذا اكس اش غيكون تو سامبلومون صيفط واحد الجهه اخرى غتولي تي ناقص واحد انا غنقول لك من بعد فاش تحتاج هذه اي شوف عاوتاني واحد الحاجه اخرى كتحتاجها اللي هي شنو هاد لو فوازيناج هذا راه بعض المرات كيتبدل شوف كي كنديرو نعرفو شنو غيتبدل ولا غيبقى كيف ما هو عقل باللي راه تي هو اكس زائد واحد شوف شنو كنكتب هنايا مني اكس كيمشي لفين كيمشي اكس ناقص واحد بلس هاد الشيء هذا هاد هاد هاد, هاد لو فوازيناج اش غيولي مني اكس كيمشي ناقص واحد بلس تي لاش غادي يمشي باش غتعرفها كتاخذ اكس كتعوضها في تي دونك اكس تي هو اكس بلس 1 يعني اكس دير بلاصتها ناقص 1 ناقص 1 زائد 1 هي 0 اش من 0 سي 0 بلس داكور تقدر تبرهن عليها بالطابلو ديسيني ولكن راه باينه الوغ شوف دابا شنو غادي ندير هنايا الوغ اذا يعني ليميت عند اكس تيقول ناقص 1 بلس ديال اف دو اكس غتولي هي شنو شوف دابا شنو غادي يطرى شوف غتولي هي ليميت ما غيبقاش اكس اللي كيقول لا غيولي تي هو اللي كيقول هو اللي كي تونفير تونفير كوا واش غيبقى كي تونفير ناقص واحد لا غنخدمو بجديده 0 بلس ديال شنو اف دو اكس عطيني دابا شكون هي ما تبقاش فيها اكس بطبيعه الحال ها هي لا فونكسيون عوضها لي هنا واش غنكتب اكس ما غنكتبش اكس صافي شونجيت انا الفاريابل شنو غندير بلاصه اكس هنا كتنفع هذه اللي قلت لكم هنايا اكس قلنا هو تي موان 1 دونك تي موان 1 ناقص
ln ديال شنو غندير بلاصه x بلس 1 شكون هي x بلس 1 هي t يعني ln t على x بلس 1 شكون هي x بلس 1 هي t نيت دونك على t اللي كتسوى شوف معايا شنو غندير لا ليميت عند 0 بلس ديال t موان 1 موان فكك ليا هذه فرقها هي ln t فوا 1 على t ايوا اراد دابا نشوفوا هادشي شحال كيسوى غنديروا التعويض المباشر هاد التعويض انا غنديروا بالخطر يعني نتوما ما تكتبوش في ورقه التحرير يا اما ديروا في البغويون يعني في ورقه ديال الوسخ او لا غديروا غير في عقلك اوكي دونك كنعوض الطيب زيرو هادي غتعطينا زيرو مشات في حالها ناقص واحد كيبقى ناقص واحد الين تي شحال هي الين زيرو بلس قاعده هذيك هي موان لانفيني هادي موان لانفيني فوا هادي شحال كتعطينا واحد على زيرو بلس قاعده عاوتاني معروفه هادي كتسوى بلس لانفيني موان لانفيني في بلس لانفيني شحال هو هو موان لانفيني ولكن مع هاد الموان هذا كلشي غيتضرب في الموان شوف بلس في الموان هي موان مع هاد الموان هي بلس لانفيني يعني هاد الشيء كامله كيسوى بلس لانفيني بلس لانفيني نقص منه واحد وزيد عليه زيرو راه كيبقى ديما بلس لانفيني كتسوى بلس لانفيني دونك شوف معايا دونك ليميت عند ناقص واحد بلس ديال اف دو اكس راه كتسوى بلس لانفيني دابا ارى ليا لانتربريتاسيون شنو هي لانتربريتاسيون في هذه الحاله ملي كتحسب لا ليميت عند عدد وكتلقى لانفيني كاينه ان سول كاين واحد التاويل الوغ كنقولوا هنايا سيتادير سي دو اف ادمي اون اسيمبتوت فيرتيكال فينا بلاصه ا دروات دو موانز سون ايكواسيون المعادله ديال ديك لاسيمبتوت غنحتاجوها ملي غنبغيو نرسمو لا كوب سون ايكواسيون اي اكس كتساوي العدد فاش حسبت لا ليميت وهكا كنكونوا سالينا لانتربريتاسيون نتمنى تكونوا فهمتوها بالنسبه لهاد لي زانتربريتاسيون كاملين راه غادي تلقاوهم محطوطين في لو كونت انستغرام ديالي الريزومي ديالهم كامل ديال لي برونش انفيني اون جينيرال ندوزو لا كيستيون سويفونت الوغ لا كيستيون بي قالوا لنا فيها نحسبوا ليميت عند بلوس لانفيني ديال لا فونكسيون اف الوغ شوف معايا ديريكتومون غادي نحسبها لا ليميت عند بلوس لانفيني ديال اف دو اكس كتساوي لا ليميت كون اكس تونفير بلوس لانفيني ديال الصيغه ديالها يعني ديال اكس موان ln x بلوس 1 سور x بلوس 1 بطبيعه الحال التعويض المباشر غيعطينا بزاف د المشاكل من بينهم شنو اول حاجه كتبان ليا من الطياره باللي غتعطيني الفوق بلوس لانفيني على بلوس لانفيني فورم ان ديتيرميني وعاود ثاني عندي هنا بلوس لانفيني موان لانفيني فورم ان ديتيرميني دونك شنو غادي نديرو غنخدمو بشونجمون دو فاريابل بحال قبيله دونك غنكتب اون بوز نضع اون بوز واحد تي كيساوي داكشي اللي وصل ln x بلس 1 دونك قدامها كنستنتج العكس يعني x شكون هو x غيكون هو تي موان 1 غير صيفطنا زائد واحد الجهه اخرى سيتادير مني x كيمشي لبلوس لانفيني هذاك تي فين غادي يمشي شوف معايا x كيمشي لبلوس لانفيني دونك بلوس لانفيني زائد واحد هي بلوس لانفيني يعني حتى تي كيمشي مع هنيت لبلوس لانفيني فهاد الحاله الفوازيناج ما كيتبدلش دونك ارا دابا نحسب الليميت لا ليميت مني x كيمشي لبلوس لانفيني ديال اف دو x غتولي هي لا ليميت مني تي كيمشي نيت لبلوس لانفيني فهاد الحاله كيبان ما تبدلش الفوازيناج ديال شنو ارا نصاوب لا فونكسيون بلاصه x شنو غندير شكون هو x هو تي موان 1 دونك تي موان 1 ناقص الالين ديال شكون هي اكس بلس 1 هي هذه هي تي دونك ها هي تي على شكون هي اكس بلس 1 هي تي انا دابا نحسبوا لنا هذا الليميت عاوتاني غادي ندير التعويض المباشر اللي قلت لكم كنديروا يا اما مونطالمون او لا كنديروا في الورقه ديال البغويون دونك شوف معايا هنايا بلس لانفيني ناقص 1 شحال هي بلس لانفيني ناقص 1 راه هي ديما بلس لانفيني ln t على t عند بلوس لانفيني هي التعويض المباشر غيعطيك بلوس لانفيني بلوس لانفيني اللي هي فورم انديتيرميني ولكن هذه قاعده في الدرس ln t على t كتسوى عند بلوس لانفيني كتسوى زيرو دونك هذه سي زيرو دونك غادي نكتب بلوس لانفيني ناقص صفر راه ديريكتومون هي بلوس لانفيني بيان سور خاصنا ديما هادي واخا نسيتها قبيله في لا كيستيون بريسيدونت اننا فين ما حسبنا اون ليميت كيخصنا نبروفيوها كيخصنا نجوستيفيوها بالقواعد اللي خدمنا بهم دونك نديرها في هادي ماشي مشكل شوف شنو غندير كار لان شنو هما القواعد اللي خدمت ولا نفصل نديطي هنا غنقول تو سامبلومون لان لا ليميت عند بلوس لانفيني ديال تي ناقص واحد راه هي بلوس لانفيني اي
limite عند plus l'infini ديال ln t على t راها 0. OK, هادو هما لي دو جوستيفيكاسيون اللي نقدر نعطي باش نبروفي هاد ليميت اللي عاد حسبنا. وندوز لا كيسيون سويفونت. اذن لا كيسيون سي قالوا لنا فيها مونتري كو لا دروات دي لي ليكواسيون ديالها هي هادي اي تي نا سيمبتوت اوبليك ا سي دو اف او فوازيناج دو بلس لانفيني. يعني نبين باللي هاد المستقيم هذا هو مقارب مائل للمنحنى سي دو اف عند بلس لانفيني. نورمالمون باش كتلقى مقارب مائل كيخصك هو الاول تكون حسبتي ليميت عند لانفيني وعطاتك لانفيني وتحسب ليميت ديال اف دو اكس على اكس وتعطيك شي عدد ا واف دو اكس موان ا اكس وتعطيك شي عدد ب. ولكن حنا هادشي كامل كنقدر نختصرو في واحد ليميت كنحسبها اللي هي شنو. شوف معايا غادي نكتب ليهم هنا سيتادير يعني مونطرون كو اللي نبين ان الا بغيت تبين هادشي بحال الا قلت لك بين ليا هاد القضيه شنو هي. هي ليميت عند هاد الفوازيناج ديال اف دو اكس ناقص ايغريك كتساوي شنو كتساوي زيرو. الا بينتي هاد ليميت راك بينتي هادشي هذا الوغ نمشيو نحسبوا هادي. شوف معايا كي غندير لا ليميت عند بلس لانفيني ديال اف دو اكس موان ايغريك كتساوي لا ليميت عند بلس لانفيني ديال نعوض كل حاجه بالصيغه ديالها اف دو اكس هي اكس موان ln اكس بلس 1 سور اكس بلس 1 ناقص الايغريك. شكون هي ايغريك؟ هي اكس دونك ناقص اكس كتساوي الليميت عند بلس لانفيني ديال هادي غتمشي مع هادي غيتختزلوا غتبقى لي ناقص ln ديال اكس بلس 1 على اكس بلس 1. هادي سي تو ليميت غنعاودو نحسبوها باش غنديرو عاوتاني شونجمون دو فاريابل بسيط بزاف. غنكتب اون بوز نضع تي كتساوي اكس بلس 1 دونك الاكس غيكون هو شنو تي موان 1 واخا في هاد الحاله ما غنحتاجوش داك الاكس ما عليناش. سيتادير مني الاكس كيكون كيمشي لبلس لانفيني هذاك التي فين غادي يمشي عوضها بلس لانفيني زائد واحد هي بلس لانفيني دونك تي تا هو كيبقى بلس لانفيني. دابا الليميت شنو غادي تولي؟ الليميت عند بلس لانفيني ديال اف دو اكس موان ايغريك غتولي هي الليميت عند بلس لانفيني ديما ديال شنو هي هادي ناقص الالان بلاست اكس بلس 1 غندير تي وحتى لتحت بلاست اكس بلس 1 غندير تي. شحال كتسوى هاد الليميت معروفه ال ان تي على تي ال ان اكس على اكس ال ان ايغريك على ايغريك ال ان شي حرف على نفس الحرف عند بلس لانفيني ديما سي زيرو. الوغ كتساوي زيرو واخا مضروبه في ناقص راه كتسوى زيرو. بيان سور خصك تجيستيفي كار الليميت عند بلس لانفيني ديال ال ان تي على تي ايكال ا زيرو. ملي لقيناها كتسوى صفر لقينا دابا الليميت كتسوى صفر كنستنتج سيتادير يعني اشنو لا دغوات المستقيم دي نقطتان ايغريك كتساوي اكس دو المعادله ايغريك كتساوي اكس ايتون اسيمبتوت هو مقارب هذا المقارب مائل دونك اسيمبتوت اوبليك سي دو اف مقارب مائل للمنحنى سي دو اف فينا بلاصه وفوازيناج يعني بجوار هو لو فوازيناج دو بلوس لانفيني توت سامبلومون. هكا كنكونو جاوبنا على لا كيستيون سي اللي بطبيعه الحال حتى هي غادي نحتاجوها ملي غادي نبغيو نرسمو لا كورب ديالنا في اخر سؤال. ندوزو للسؤال الموالي. اذا السؤال الموالي قالوا لنا فيه ايتودي لا بوزيسيون غولاتيف ديال سي دو اف باغابوغ المستقيم دي يعني ندرسو الوضع النسبي ديال المنحنى سي دو اف بالنسبه للمستقيم دي. هنا اول حاجه خصني ندرسها شنو هي؟ هي الاشاره لو سيني ديال المعادله ديال سي دو اف ناقص المعادله ديال دي. دونك شوف شنو غادي نكتبو هنا. غادي نكتب ايتوديون لي ندرس ايتوديون لو سيني لي ندرس اشاره سي دو اف المعادله ديالتو شكون هي؟ هي اف دو اكس ناقص دي. شكون هي المعادله ديالتو؟ هي ايغريك. يلا شوف شنو غادي نكتب هنا. اون لدينا اف دو اكس ناقص ايغريك كتساوي شنو؟ اف دو اكس هي اكس موان ال ان اكس بلس 1 سور اكس بلس 1 ناقص الايغريك شكون هي؟ هي اكس. دونك اف دو اكس موان ايغريك كتسوى غيمشي اكس مع اكس غتبقى لي ناقص الالان ديال اكس بلس 1 سور اكس بلس 1. تبعوا معايا عفاكم مهم بزاف هادشي اللي غادي نديرو هنا في هاد السؤال هذا. باش ندرسو الاشاره هنايا خصنا ناخذوها بشكل من التاني بشويه علينا. عندي البسط على المقام واش شي واحد فيهم نقدر نسالي معاه دغيا دغيا نحكم على الاشاره ديالو وي شكون هو؟
هو داك المقام دغيا دغيا غنقطرو ياك اوكي شوف معايا دابا هذاك البسط واش نقدر نحكم عليه كاين اللي غيقول لي راه مضروب في ناقص دونك سالب اتونسيون شوف راه هنا الالين مازال ما عرفناش كي داير الالين راه يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب ماشي بحال ليكسبونونسييل ليكسبونونسييل الا شتيه مضروب في ناقص ديريكتومون راه سالب حيت ليكسبو ديما موجب ولكن الالين ما عرفناش دونك نحيدو علينا بعدا هو الاول المقام ونوريكم كيفاش غادي نديرو للفوق شوف شنو غادي نكتب هنا غادي نكتب اون لدينا Pour toute x appartient l'intervalle اللي حنا خدامين فيه ناقص 1 حتى بلس الانفيني هذاك الx كي داير قدام ناقص 1 اكبر منه لان الفوق ناقص 1 حتى بلس الانفيني دونك اكبر قطعا حيت مفتوحه اكبر من ناقص 1 اطر لي المقام دونك x زائد 1 زدنا 1 هنا دونك زيد 1 هنا اكبر قطعا من اش من 0 ناقص 1 زائد 1 هي 0 ها حنا لقينا لتحت اكبر قطعا من 0 يعني موجب شوف شنو غادي نكتب هنا دونك f de x moins y prend l'inverse du signe x isharat ln x plus 1 هادي خلوني نفهمها لكم مني لقينا لتحت موجب يعني نورمالمون اف دو اكس ناقص y غتكون كتاخد العكس كنت كتاخد نورمالمون نفس الاشاره ديال داكشي اللي الفوق حيت لتحت موجب ولكن داكشي اللي الفوق راه مضروب في ناقص يعني ما غتبقاش كتاخذ نفس الاشاره ديالو غتولي كتاخذ العكس ديال الاشاره ديالو حيت تخيل معايا الفوق كان موجب تضرب في ناقص غيولي كلشي سالب كان الفوق سالب تضرب في ناقص غيولي كلشي موجب داكشي علاش كنقولوا اف دو اكس موا اي كتولي كتاخذ لانفيرس دو سيني عكس اشاره اش ديك الالين دو اكس بلس 1 بلا ناقص بيان سور كاين اللي غيقدر يكتبها بشكل اخر غيقول لك ال برون لو ميم سيني ديال شكون ديال ناقص الين اكس بلس 1 يعني هو غيزيد ناقص وبحال بحال دابا عاوتاني عندنا كيفاش غنديروا ندرسوا هادي غنديروا عاوتاني ان بيتي شونجمون دو فاريابل هادي طريقه زوينه بغيت نعطيها لكم شوف شنو غنكتب اون بوز نضع تي كتساوي اكس بلس 1 بحال داكشي اللي كنا درنا في الليميت تقريبا غير هو غنكتفيو غير بهادي دونك الx شكون هو الا كان تي هو اكس بلس 1 الx غادي يكون هو تي موانز 1 عقل على هادشي اللي كندير هنا شوف معايا هنا غادي نمشي ندرس الاشاره ديال ln تي دونك ln تي وهنا الفاريابل هو تي ln تي معروفه ln تي كتكون ديفيني من 0 حتى بلس لانفيني 0 ما عرفاش فيه وفاش كتنعدم في 1 هذه اشارتها معروفه ال ان تي هذه عندكم في القواعد ديال الدرس وكاينه حتى في الريزومي اللي خليت لكم الو شوف معايا ال ان تي كتكون موجبه من واحد للفوق وسالبه من واحد لتحت انا دابا غنستنتج دونك الاستنتاج دابا ديال الاشاره ديال ال ان اكس بلس 1 هذه اللي هامه نحن شوف شنو غادي ندير غادي نكتب هنايا اكس وهنا غادي نكتب ال ان اكس بلس 1 شوف شنو درنا دابا الله يرضي عليك اكس شنو هو اكس هو تي نقص منه واحد يعني حنا بحال كنديروا واحد الاسقاط شنو هو تي هو اكس بلس 1 يعني اكس هو تي موانز 1 يعني هنايا كانت صفر هنا شنو غادي يكون قلنا اكس هو تي نقص منه واحد يعني هذه اللي غتكون هنا هي ديك اللي عند ديال تي ونقص منها واحد صفر ناقص واحد هي ناقص واحد هنا عاوتاني غتنقص منها واحد واحد ناقص واحد هي صفر هنا عاوتاني بلس لانفيني نقص منه واحد ما كيتاثرش كيبقى بلس لانفيني بيان سور هذه ما معرفاش عندنا هنايا انا دابا نعمرو لي سيني نفس الحاجه عندي بلس كتبقى بلس عندي موان كتبقى موان غنخدم في لو ميم طابلو ونكمل كلشي شوف شنو غادي ندير غنحاول نمددو حتى لتحت داكوغ باش نحط فيه كلشي داكشي لي دوني اللي حنا غادي نبغيو نصاوبهم يعني غادي نحط فيه هذيك اف دو اكس ناقص y وعاد في لافان غادي نحط فيه C دو F بارابور à D يعني لي بوزيسيون اش قلنا على F دو X ناقص Y واش كتاخد نفس الإشارة ديال داكشي اللي كاين الفوق لا كتاخد لانفيرس ها هي قلنا F دو X موا Y برون لانفيرس دو سيني ديال داك الالان يعني إلا كان داك الالان موجب غتولي هي سالب إلا كان الالان سالب غتولي هي موجبة وهو هنا موجب دونك غيولي سالب بطبيعة الحال عندي هنا إل سانول دابا باردون هنايا راه سالب انا دابا نحط لي بوزيسيون شوف معايا الله يرضي عليك فاش كتكون اف دو اكس موا اي موجبه بوزيتيف كنقول شنو كنقول بلي سي دو اف كاين فوق داك المستقيم دي دونك غنكتب هنايا سي دو اف او دو سي فوق
au-dessus de D, ديال المستقيم D. هنايا عندي f de x moins y سالبة. Donc غادي نكتب c de f au-dessous اسفل au-dessous de D. يعني اسفل المستقيم D. وهكا كنكونوا صوبنا طابلو ديال لي بوزيسيون درسنا لي بوزيسيون غولاتيف اللي كاينين ما بين سي دو اف و دلتا. نتمنى يكونوا واضحين ومفهومين وندوزو لا كيسيون سويفونت. Alors, la question 3, galoul na fiha montrer que pour tout x appartient à l'intervalle moins un tel plus l'infini, nbinou belli f prime de x katswa had ta'bir li عندي هنايا. La première des choses à faire est tout simplement de mentionner que had la fonction f est dérivable. Donc غادي نكتب هنا on a f est dérivable في l'intervalle اللي عطاونا. Est dérivable sur moins 1 tel plus l'infini. Bien sûr, il a voulu t'expliquer que t'as la chia dérivable, bien sûr, t'as directement radin que c'est. Donc, pour tout x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, f' de x, radkoun hiya le prime d'yel sira d'yela. Yani d'yel x naqes ln x plus 1 sur x plus 1, le tout prime. Had chia ra'atini chnou? Ra'atini bli f' de x, chkoun hiya? Le prime d'yel x, hiya wahed. ناقص كيبقى ناقص هذه كيفاش غنخدموها غنخدموها على شكل U على V نفكركم بالقاعده U على V شي فونكسيون على فونكسيون وحده اخرى كي كنديروا نخدموها كنفتح واحد الكسر كبير كنحط فيه المقام او كاري الفوق شنو كندير كندير البريم ديال الفوق في التحت ناقص البريم ديال التحت في الفوق هو داكشي اللي غنحاولوا نطبقوه هنا يعني غنحاول نديطي شويه باش كلشي يفهم غندير البريم ديال الفوق ها هي ln x plus 1 بريم في التحت في x plus 1 ناقص البريم ديال التحت x plus 1 بريم في الفوق ln x plus 1 كل شيء هاد الشيء مقسوم على المقام مرفوع بأو كاري دابا نمشيو نخدمو f بريم دو x كتساوي واحد كيبقى واحد ناقص ln ديال x plus 1 هادي باينة راه درت لكم القاعدة قبيلة ln ديال u بريم هي شنو هي u بريم على u دونك ln ديال x plus 1 هي الديريفي ديال داكشي اللي داخل اللي هو واحد على نفسه على x plus 1 مضروبة في ديك x plus 1 ناقص الديريفي ديك x plus 1 هي واحد ديريكتومون واحد في شي حاجة هي ديك الحاجة نيت يعني هي ln x plus 1 كلشي على x زائد واحد كلها او كاري كتعطينا f بريم دو x شنو هي واحد ناقص شوف شنو غيطرى هنا عندي هذا غيتختزل مع هذا المقام اللي لتحت راح يتنفسه غيتضرب فيه غيتختزل غتبقى واحد ناقص ln ديال x زائد واحد هذه كلشي على x زائد واحد او كاري بطبيعه الحال هما ما بغاوناش نوصلوا لهذه بغاونا نوصلوا لهذه يعني شي حاجه مجموعه الوغ شنو غادي نديروا حتى حنا غنمشيو نجمعوها دونك انا غادي نكمل هنا داكوغ غادي نحيدهم مع ان ما نديروا بهم بيان سور هادشي كامل كاين في لي ريزومي اللي حطيت لكم شوف شنو غادي ندير هنا f بريم دو x كتساوي توحيد المقام غادي تضرب هذا المقام في هذه دونك غادي تعطينا x زائد واحد اوسي 2 تضربات في واحد راه كتبقى واحد نيت ناقص شوف معايا اتونسيون ناقص واحد هي ناقص واحد ناقص في ناقص ln يعني زائد ln ديال x زائد واحد كلها على x بلس 1 ويلا تمعنا في هذه مزيان غنلقاوها باللي هذه الفوقانيه هي شكون هي اكزاكتومون لا فورمول ديال g دو x اللي كنا خدمنا في الاول في لابارتي الاولى دونك غادي نكتب هنا الوغ بور توت اكس ابارتيان الموانز ان تل بلوس لانفيني فعلا اف بريم دو اكس هي جي دو اكس على اكس بلوس 1 او كاري وهكا كنكونوا على جاوبنا على السؤال ديال لا ديريفي وندوز للسؤال الموالي إذن في السؤال الموالي قالوا لنا دريسي ولا دوني لو طابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون اف بطبيعة الحال طابلو دو فارياسيون كيتدار بالاعتماد على لو سين ديال ديك لا ديريفي دونك لا ديريفي شنو كنا لقينا فيها غادي نكتب اون بور توت اكس ابارتيان لانترفال موانز 1 تال بلوس لانفيني بلاتي نكتب هادشي شويه مقاد حشومه كتساوي شنو لقينا اف بريم دو اكس لقينا هي جي دو اكس على اكس بلوس 1 او كاري عندي البسط على المقام واش شي واحد فيهم نقدروا نحكموا عليه نقولوا راه ديما موجب ولا سالب وي شكون هذاك المقام دونك شوف شنو غادي نكتب طونك بما ان طونك اكس بلس 1 او كاري راه اكبر قطعا من صفر
هي اكبر من او تساوي صفر حيت فيها استثناء وقطعا حيت كاينه في المقام تا صفر ما غتسواش دونك اف بريم دو اكس برون لو سيني ديال شكون غيولي كيحكم في الاشاره ديالها طالما لتحت موجب يعني اللي غيحكم في الاشاره ديالها هو الفوق يعني دو جي دو اكس برون لو سيني ديال جي دو اكس دابا لو سيني ديال جي دو اكس كي غادي نديرو ليه واش كنعرفوه وي كنعرفوه من لا بروميير بارتي في التمرين الا عقلتو في السؤال جوج من لا بارتي الاولى استنتجنا الاشاره جي دو اكس وهي اللي غنعتمدو هنا كنكتبو دابخي يعني انطلاقا دابخي لا كيستيون جوج بارتي واحد الجزء الاول اون شنو كنا لقينا لقينا باللي بور توت اكس ابارتيان لانترفال موانز 1 حتى الزيرو لقينا باللي جي دو اكس راها كي دايره اصغر من صفر اي بور توت اكس ابارتيان لانترفال 0 حتى بلس لانفيني لقينا باللي جي دو اكس راها اكبر من صفر دابا هادشي غادي نستغلوه باش نصوبو الطابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون اف غادي نكتب هنايا شوفوا معايا غندير واحد الطابلو جيسبر بيان تقدني البلاصه دونك اكس كي فاريي من موانز 1 اللي ما عرفاش فيها حتى بلس لانفيني غادي ندير الاولى اللي هي جي دو اكس اوكي من بعد غادي ندير اف بريم دو اكس ها هي وعاد فينالمون غادي ندير الفارياسيون ديال لا فونكسيون اف دابا جي دو اكس كي لقينا الاشارات ديالها لقيناها صغر من صفر من ناقص واحد حتى لصفر ها ناقص واحد ها صفر حط صفر هنا كي دايره قلنا لقيناها سالبه صغر من صفر زيد ولقيناها من صفر للفوق البلوس لانفيني كبر من صفر يعني موجبه وحيت قلنا اف بريم برون لو سيني ديال جي دو اكس يعني نفس الاشاره حيت لتحت ديال اف بريم موجب دونك غتكون حتى هي هنا سالبه وهنا صفر وهنا زائد الوغ دابا ارى ليا لي فارياسيون ديال لا فونكسيون بسيطه بزاف شنو كنكتب كنكتب هنايا اف ماشي اف دو اكس كنكتب غير اف الوغ هنا غادي تكون ديكرواسونت وهنا غادي تكون كرواسونت بطبيعه الحال هذه هي لا فونكسيون برينسيبال دونك خصني هاد الطابلو دو فارياسيون نعمر هاد لي بورن ماشي بحال لا بارتي الاولى شحال كنا حسبنا عند ناقص واحد لا ليميت عند ناقص واحد كنا لقينا فيها سي جو مو رابيل بيان لقينا بلوس لانفيني وعند بلوس لانفيني حتى هي لقينا بلوس لانفيني و اف دو زيرو جو كخوا مازال ما حسبناهاش نمشيو نحسبوا اف ديال زيرو دونك زيرو مشى في حالو زيرو زائد واحد هي زيرو الين واحد زيرو على واحد دونك حتى هي نيت زيرو وهكا كنكونوا سالينا طابلو دو فارياسيون نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش خدمناه وندوز اون كيستيون سويفونت دونك في لا كاتريام كيستيون نوزا دوموندي دو مونتري كو بور توت اكس ابارتيان 04 اف دو اكس حتى هي كتنتمي ل 04 يعني خصنا نبينوا باللي كيف ما بغى يكون اكس في هذا المجال هذا راه اف دو اكس حتى هي كاينه في نفس المجال شوف كي غادي نديروا لها بسيطه بزاف غنطلق بعدا من داك اكس انه كينتمي هنا دونك غنكتب لهم اون لدينا كيف ما بغى يكون اكس من المجال 04 اكس شنو نقدر نقول عليه كبر من اش وصغر من اش هو غادي يكون كبر من 0 وصغر من 4 علاش درتهم او يساوي بجوج تو سامبلومون لان المجال مغلوق فيهم بجوج دابا من بعد حنا ما طلبوش منا اكس ماشي بغينا اكس بغينا اف دو اكس يعني هذاك الاكس خاصني ندخل عليه لا فونكسيون اف ولكن قبل ما ندخل لا فونكسيون على شي اونكادرومون ولا على شي انيكواسيون كيخصني نتحقق من شنو من لا مونوتوني ديالها في داك الانترفال شوف معايا شنو غندير غنمشي للطابلو دو فارياسيون غادي ناخذ الانترفال 0 4 نشوف لا فونكسيون كي دايره فيه 0 هو هذا 4 رجعت من بعد مثلا كاينه هنا وشوف معايا من 0 حتى 4 لا فونكسيون راه كرواسونت دونك واش غتبدل شي حاجه ما غيتبدل والو غنكتب طونك اف اي كرواسونت بما ان اف تزايديه سور 0,4 دونك اذا بور توت اكس ابارتيان لذاك الانترفال 0,4 دخل لي اف هنا يعني غدخلها على اكس والحاجه اللي درتي على اكس كديرها في لي زيكستريميتي يعني غدير اف ديال 0 وغدير اف ديال 4 بطبيعه الحال هادو خصنا نحسبوهم غنكتب لهم هنا سيتادير بور توت اكس ابارتيان لانترفال 0,4 f دو x محصوره ما بين وما بين f دو 0 f دو 0 جو كخوا ديجا حسبناها ولقينا صفر f ديال 4 ما حسبناهاش خصنا نحسبها غنمشي لهنا ونحسبها x عوضو ب 4 دونك غتعطينا 4 ناقص ln ديال 4 زائد 1 هي 5
اعلى 4 زائد 1 هي 5 عطاتنا باللي اف دو اكس محصوره بين 0 وهذا العدد حنا نورمالمون خصنا نلقاوها محصوره بين 0 و 4 شنو غادي نديرو باش نفكوا هذه المشكله توت سامبلومون كنتحقق من لا فالور ديال هذا لو نومبر هذا باش باش من طريقه غير بلا كالكولاتريس سيونتيفيك ديالك غتحسب ليا هذا لو نومبر 4 ناقص ال ان ديال 5 على 5 وغادي يعطيك 3.67 3.67 هو اصغر من 4 دونك شوف شنو غادي نقول ليه هنايا اون لدينا 4 ناقص ال ان ديال 5 على 5 راه اصغر من اش اصغر من شنو اصغر من 4 علاش لان القيمه ديالته هي 3.67 و 3.67 راه اصغر من 4 دونك شوف هنايا دونك pour tout x appartient l'intervalle 0 4 f de x راه محصوره ما بين 0 و 4 بلاصت هذا درت 4 علاش حيت f de x صغر من هذا العدد وهذا العدد صغر من 4 يعني f de x صغر من 4 سيتادير دابا الجواب النهائي pour tout x كتعاودني بحال تكتب صيغه السؤال pour tout x appartient 0 4 f دو x طالما قلت لك f دو x محصوره بين 0 و 4 يعني هي كتنتمي للمجال 0 حتى 4 توت سامبلومون وهكا كنكونوا جاوبنا على لا كيستيون 4 وندوزو لا كيستيون 5 اذا اخر سؤال عندنا هو لو تراساج ديال لا كورب سي دو اف وديال لا دروات دي نرسموا المنحنى وداك المستقيم اللي هو مقارب مائل اول حاجه كنديرها شنو هي نرسم لو روبير اوتونومي المعلم المتعامد المنظم ديالي هو الاول نرسمه ومن بعد شنو لا تاش سويفونت هي كنرسم لي دروات اي لي اسيمبتوت عندي شنو الا تفكرتوا في الاول ديال التمرين كنا لقينا اسيمبتوت فيرتيكال ليكواسيون ديالتها هي اكس كتساوي ناقص واحد وهي هذه الاولى اللي رسمت بالخضر اكس كتساوي ناقص واحد اكس هو هذا كتساوي ناقص واحد دونك ديزا من ناقص واحد وهي فيرتيكال هي هذه من بعد شنو رسمنا رسمنا لاسيمبتوت اوبليك دي اللي المعادله ديالته ايكغيك كتساوي اكس معروف هذا كترسمو هو من بعد اخر ايطاب هي شنو هي ترسم ليا المنحنى كنقدر نستعين بلي بوان اللي كنعرف لي زيماج ديالهم بحالاش مثلا بحال الصوره ديال صفر حسبناها ولقيناها هي صفر دونك نحطها الصوره صفر هي صفر معروفه فين كاينه هي هذه سي لوريجين دي روبير دونك كنعرف بلي لا كوب كتضرب هنا يلا دابا تبع معايا دير في بالك لي برونش اللي لقيتي ودير في بالك لي فارياسيون ديال لا فونكسيون لا فونكسيون تفكر معايا باللي هي جايه تناقصيه ديكروسونت من ناقص واحد حتى صفر ومن صفر للفوق هي كتولي كرواسونت دونك شوف معايا من ناقص واحد حتى لهنا جايه هابطه وعندي هذا سيتون اسيمبتوت اللي هي فيرتيكال يعني المنحنى غادي وكيقرب ليها جايه هابطه وكيقرب ليها المنحنى الا قربت ناقص واحد يعني المنحنى غادي يكون بحال شي حاجه دايره بحال هذا الشكل انا غنديروه بشكل تقريبي داكوغ دونك نتوما بيان سور غديروه بشكل يكون مضبوط اكثر من بعد مني كنمشي للجهه الاخرى حسب الطابلو دو فارياسيون لا كوب غادا وكتطلع دونك كطلع ولكن فين حيت كاين فيها بزاف الحالات كاين اللي غديرها كطلع بحال هذا الشكل كاين اللي غديرها كطلع هنا كاين اللي غيديرها كطلع هنا كلهم كرواسونت باش غنعرف اش من حاله عندي نشوف ديك لانتربريتاسيون هاد لا دغوات هادي اش كتمثل سي تون اسيمبتوت اوبليك مقارب مائل علاش سميتو مقارب حيت المنحنى كيقرب ليه داكشي علاش سموه مقارب غير هو واش غيقرب ليه من التحت اولا غيقرب ليه من الفوق هنا كنتفكر طابلو ديال لي بوزيسيون غولاتيف لقينا في داك الطابلو باللي من صفر للفوق لا كورب كتكون او دوسو ديال داك المستقيم يعني المنحنى كيكون اسفل المستقيم دونك كنعرف باللي هاد لا كورب غتمشي تحت منه وغتكون غادا وكتقرب ليه تقريبا شي حاجه بحال هاد الشكل هذا غير تقريبا غير شكل تقريبي وهذه هي لا كورب ديالنا كنديروا ليها السميه ديالتها سي دو اف وكنكونوا سالينا la représentation graphique ديال notre fonction نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا بارتي نشوفكم في لا بارتي prochaine اللي غتكون بخصوص l'étude ديال une fonction exponentielle